أمر خالد بالهجوم حسب الخطة التي قررها، وتقدم سيل المسلمين وهم يصيحون الله أكبر، وخالد يقود بنفسه الهجوم في مقدمة الجيش، وأبو حذيفة وزيد يقودان الجناحين، وتقابل الجيشان وامتلأ الجو بالصيحات، واشتبك الأبطال والأشداء واندفعوا للقتال. وأخذ خالد كما وصفت لكم قتاله، كان يقاتل قتالا عجيبا، كان من البطولة ومن الفروسية، كان يقاتل بسيفين ويحرك الخيل برجله، كان نادر من العرب من يستطيع أن يفعل هذا، هو والزبير بن العوام فقط الذين يفعلان ذلك. فكان يقاتل يمين ويسار، فأخذ يجندل كل عدو يقترب منه، وظهرت بطولات عظيمة وشجاعة نادرة للمسلمين، وبدأوا يقتحمون في صفوف الأعداء. لكن جيش مسيلمة متخذ وضعية دفاع، لما وصلوا إليهم بدأ الدفاع صامدين كالصخرة، وبدأت الرماح تضرب في المسلمين والنبال تضرب في المسلمين، وبدأ الحماس يدب في الكفار أنهم ما زالوا صامدين، وبدأ الحماس القبلي بني حنيفة. واصطدم الجيشان بهذه الصورة، والكل صامد لا يريد أن يتحرك عن شبر من الأرض. كسر الهجوم، كان خالد يأمل أن الهجوم سيسبب هزة في الكفار ويخترقهم، لكن كسر هذا الهجوم، وأدرك المسلمون أنهم غير قادرين على التقدم عبر صفوف أعدائهم. فبدأ النظام في جيش الإسلامي يختل، بعض المناطق تتقدم، بعض المناطق ما زالت متأخرة، فاختل النظام وما استطاعوا أن يخترقوا جبهة المشركين. ومع ذلك لم يؤثر هذا على المسلمين، ما زالوا في هجوم والعدو ما زال في وضعية دفاع، وبدأت البطولات تظهر، وبدأ الأبطال يعني يقاتلون قتالا عظيما. شعر خالد بشيء من الفوضى يدب في جيشه، لكن شيء من الفوضى بسيط في وضعية هجوم هذا أمر طبيعي. فمسيلمة ظل مع جيشه صامدا، لكنه شعر أنه لو ظل على الدفاع أطول من ذلك قد تستطيع بعض المجموعات المتقدمة في جيش المسلمين، استطاعت أن تخترق جيش الكفار، أن تخترق كل الجيش. فعندها أصدر الأمر بالهجوم المعاكس. المسلمون طبعا ما متوقعين أن يحدث هجوم معاكس، عادة الدفاع يظل دفاع إلى أن ييأس المهاجمين فينسحبون. الآن فوجئوا بهجوم، وتقدم المرتدون إلى الأمام كالموج العارم يهجم على المسلمين، والمسلمون وجدوا أنفسهم يدفعون إلى الوراء، واشتد القتال، يحاولوا أن يوقفوا تقدم المرتدين، وظل القتل في الكفار، لكنهم ظلوا يتقدمون شبرا فشبرا. ومسيلمة يزبد ويتوعد ويوعدهم بالجنة ويوعدهم بالغنائم، وبدأ الضغط يزداد على المسلمين. أصلا كان في عدم انتظام، الآن مع الهجوم المضاد زاد عدم الانضباط، وخاصة أنه الجيش لم يكن مقسما حسب القبائل، وإنما مقسم حسب كتاب، بعضهم ما يعرف بعض ولا يعرف قبيلته، لو يعرف من قبيلته يرتبون الأمور. فاختلطت الأمور على المسلمين، وزاد ضغط الكفار، فتزعزع جيش المسلمين وبدأوا بالتراجع، وظل جيش الكفار يتقدم وجيش المسلمين مجبور على الانسحاب غير المنظم، وبدأ القتل في المسلمين. معركة خطيرة جدا كانت، وأخذت الكتائب المسلمة ترتد إلى الخلف وتترك أرض المعركة، ولم يستطيعوا إيقاف التراجع حتى وصل جيش الكفار إلى معسكر المسلمين، معسكر الذي فيه الطعام والأموال والخيول والإبل والنساء. وصل الكفار إلى المعسكر، واضطر المسلمون أن يتراجعوا خلف المعسكر، وانشغل الكفار بالغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد والجيش المنسحب وراء المعسكر أعاد تنظيم نفسه ورجع. رأى الكفار وإذ الجيش المسلمين متقدم بصفوف منتظمة، فخافوا فانسحبوا من المعسكر. مع انسحابهم نسوا أن يأخذوا واحد من زعمائهم، من شدة خوفهم أمام الجيش المسلم القادم. أسير كان عند المسلمين هو مجاعة ابن مرارة، كان مأسور، أسر قبل المعركة، فتركوه ورجع خالد، والآن رجع مسيطر على مكان المعسكر، ورجع جيش مسيلمة إلى مكانه وجيش خالد إلى مكانه. طبعا بدأ المسلمون يراجعون ما الذي حدث، شجاعتهم ثابتة، إيمانهم بالله عز وجل لم يتزعزع، انضباطهم العسكري عالي. فبدأ تعرفون وقت الهزيمة، وكما يقولون النجاح له ألف أب والفشل ليس له أب،
لما صار الفشل كل واحد بدأ يرمي اللوم على الآخر، أنتم الذين خذلتمونا، أنتم سببكم هذه، كل قبيلة ترمي ضد الأخرى، كل بطن يرمي اللوم على الآخر. هنا سكان القرى يقولون لأهل البوادي نحن أعلم بالحرب منكم، فيرد أهل البادية يقولون يا أهل القرى أنتم لا تحسنون القتال ولا تدرون ما الحرب. وتعالت الأصوات، بدأ الاختلاف بين المسلمين. هنا خالد ماذا فعل بحكمته؟ كان ممكن يعطي أوامر اسكتوا وانتهت، فهنا خالد فكر فورا. جبهة المرتدين متماسكة لم تتهاوى تحت تأثير هجمات الجيش المسلم. عند الهجوم المضاد من الكفار اختل جيش المسلمين، والآن المسلمين يتلاومون، فأمر بإعادة ترتيب الجيش كله، وأمر بأن الترتيب الذي كان بدون قبائل وبوادي كان خطأ. الانتماء القبلي، أنا أريد هنا وقفة، يعني قضية الانتماء لقبيلة ولا أسرة ترى من ناحية شرعية لا شيء فيه، وهو يعني محترم شرعا، ويجوز للإنسان أن يعني يعين قبيلته ويفتخر بها ويحبها ويحرص عليها أكثر من حرص على، هذا أمر طبيعي، هذا أمر بشري، يعني هذا في البشر أمر طبيعي. أنا أحب الإسلام وأحب العرب من بين المسلمين، وأحب بلدي من بين العرب، وأحب أسرتي، هذا أمر طبيعي في البشر، لكن بشرط أن لا يكون هذا على حساب الإسلام، وأقدم انتمائي القبلي على انتمائي الإسلام، كما فعلت بني حنيفة جماعة مسيلمة، قدموا انتمائهم لمسيلمة وهم يعلمون أنه كذاب لأنه من قبيلتهم، على الإسلام وهو حق، هذا الذي هو مرفوض. خالد أراد أن يستفيد من هذه الحمية، فأمر بإعادة ترتيب الجيش إلى قبائل، وقسم القبائل، ما زالوا تحت نفس القادة الرئيسيين، لكن الآن تحت القادة قبائل. هنا صارت قضية كل قبيلة تريد أن تثبت أنها ليست هي المشكلة وليس الخلل من جهتها، فزاد الحماس حماسا، وأمر القادة وأمر الدعاة أن يعودوا مرة أخرى إلى الدعوة والتذكير بالآخرة والجنة والصبر، وأصدر خالد قرارا معلنا أنه سيهاجم الكفار بنفسه، سيكون في مقدمة الجيش بنفسه، يريد أن يضرب المثل والقدوة، يكون في مقدمة الجيش. طبعا هذا في مخاطرة أن القائد بنفسه يكون في هذه بس أحيانا لابد أن يفعل القائد هذا عندما تكون المعنويات محتاجة إلى من يرفعها. في الأوضاع الطبيعية لا، يعني يقدم غيره، لكن في الوضع الذي المعنويات متزعزعة أحيانا يحتاج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هو قادهم في نفسه وانسحب بهم بنفسه، وبعد ذلك في حمراء الأسد قادهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. أحيانا القائد يحتاج هذا، لكنه يعرف أن قائد الجيش مستهدف، فأمر مجموعة من الأبطال المسلمين أن يكونوا حوله باستمرار ويحمون ظهره. هو سيهاجم لكن لا يريد أن يقلق أنه سيأتي ضربة من اليمين ولا ضربة من اليسار ولا ضربة من الخلف، أنتم تحمون الجهات الثلاثة وأنا علي الذين أمامي. فالآن خالد ينوي أن يقود المعركة بنفسه، فعاد المسلمون إلى المعركة إلى سهل عقرباء، ليس كالأسد بل كالأسود الجائعة.